أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الخطى التي قطعتها مملكة البحرين في مسيرة البناء والتطوير عكست عطاء متصلا بدأه الآباء والأجداد ويواصل اليوم أبناء البحرين متكاتفين السير في هذا النهج من خلال البناء على ما تحقق للمملكة من تنمية شاملة عبر التحديث والتطوير للوصول للأهداف المنشودة في مختلف القطاعات وفق التوجيهات السديدة والرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، منوها سموه بأن التنمية البشرية بكل أوجهها هي عنصر محوري في نهضة مملكة البحرين على مر المراحل، فلقد برهن الإنسان البحريني بكفاءته وبقدرته وإقباله على المشاركة الفاعلة في البناء والتنمية. ونوه سموه بما توليه البحرين من اهتمام بالتنمية البشرية التي مكنتها من تحقيق إنجازات عديدة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية وحماية حقوق المرأة والطفل، معتبرا أن تمكين المرأة من الأمثلة البارزة التي حققت البحرين تقدما كبيرا فيها ليتواصل تدعيم موقع المرأة البحرينية في المجتمع، وهو ما تؤكد عليه دوما صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بضرورة تمكين المرأة في مختلف المجالات ومشاركتها الفاعلة في التنمية. وفي المقابل فقد أثبتت المرأة البحرينية استحقاقها للدعم والتشجيع عبر ما تواصل بذله من جهد دؤوب في خدمة وطنها من مختلف المواقع. جاء ذلك لدى زيارة السمو حفظه الله أمس إلى مجالس عبد الحميد عبد الجبار الكوهجي وأخوانه وعائلة الكوهجي وأبناء راشد بن عبد الرحمن الزياني، حيث أكد ثقته بقدرات الشباب وعطائهم الذي يشكل ركنا أساسيا لاستمرارية جهود التنمية، فمستقبل الوطن يزدهر بسواعد أبناء وبنات الوطن الأكفاء ومنحهم الفرص التي يستحقونها بإمكانياتهم وبمثابرتهم، ويشكل هذا الجانب عنصرا محوريا في المسيرة التنموية، وتم تجسيده عمليا في عدد من البرامج والمبادرات المعنية بتطوير قدرات الشباب وتعزيز إمكانياتهم، والتي يوليها المجلس الأعلى للشباب والرياضة برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية كل الاهتمام والرعاية. من جانبهم أعرب أصحاب المجالس والحضور عن سرورهم واعتزازهم بلقاء سموه في هذه الأجواء الطيبة من التواصل مع المجالس الرمضانية البحرينية، مشيدين بما يوليه سموه من دعم ومساندة لأطر التنمية الشاملة في المملكة.